جانبي الآن عبد الله بن شويمي بن ونا المشارك اليوم من دولة الكويت وبقوة. أبو بندر صباح الخير. صباح النور يا أهلا وسهلا. أبو عبد الله أنت والبعيجان وزملائكم ما شاء الله تباركهم ولعتوا شوط الثلاثين، كيف شفت الشوط؟ والله يا طويل العمر الشوط ما شاء الله حماسي وقلب اللي حضرت كلها قوية، والله يوفق الجميع. بن ونا خلنا بنسألك كمشارك من دولة الكويت ورجل أعمال من دولة الكويت، ومرحبا بكم في السعودية وبلدكم الثاني، كيف شفتوا مهرجان الملك عبد العزيز؟ والله مهرجان ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن، وكل مرة وكل سنة أفضل من السنة اللي قبلها. بن ونا اليوم شفت الحلال، وش تتوقع؟ والله إن شاء الله إن شاء الله الأول، والتوفيق عند رب العالمين. تصريح لكم أنكم أنتم جمعتوا ممكن فوق 100 متن، واليوم هذه حصيلتها جبتون الدرها وجبتوها شاركتوا اليوم، هذا ما يحملكم مسؤولية أنكم جمعتوا إبل كبيرة وجبتوها اليوم أمام جمهوركم؟ والله يا طويل العمر حنا جمعناها أولا لنا هدف في مشاركة بإذن الله في شوط المياه السنة الجاية. طيب بسألك عن مشترياتك، تقدر تفصح لنا كم وصل مشترياتك؟ والله يا طويل العمر مشتريات مبالغ كبيرة، شرينا من الشيخ إبراهيم المهيلب ومن عبد الله بن عويفي ومن طلال الكنيت ومن بن قريع، شرينا من أهل المنقيات. بن شويمي موجود في نخبة النخبة؟ بإذن الله موجود بإذن الله، ونتمنى أنهم يفتحون المشترى في نخبة النخبة من الملاك نفسهم، شوط نخبة النخبة أتمنى أنهم يفتحون المشترى من الملاك نفسهم اللي فايزين، العشرة اللي فايزين أنهم يفتحون المشترى بينهم، يعني اللي بيدخل نخبة النخبة وبيعزز من منقيته عنده نقص انه يشتري من الملاك. كمشارك لأول مرة كيف شفت جمهور أهل البلد؟ والله الجمهور ناجح، حضوره طيب، والتوفيق بيد الله إن شاء الله. بس هاتلك والله الجمهور أبشر بالأول بإذن الله بإذن الله. كفو بمندر وفالك التوفيق إن شاء الله.